بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، يا رب تكونون الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم نبدأ محاضرة الميكانيكال انجينيرينج. طبعا كتوضيح بالنسبة لهذه المحاضرة، سبق وإن نزلنا محاضرة، ولكن unfortunately حدث أنه خطأ، وأنه أنا كنت أشرح وما كنت مسوي شير للمحاضرة، فهذه المشكلة خلى أنه الصورة تبقى ثابتة في حين أكو بعض المتغيرات. لذلك أنا الشيء شرح ترها عيده بصورة سريعة إن شاء الله، حتى بس مجرد أنه يكون واضح إن شاء الله، ما فاتنا في هواي أشياء. أول شغلة قبل ما نشرح، بالنسبة للملف البي دي اف اللي أنا نزلته، حدثت عليه أو غيرته وسويت محاضرات جديدة. صراحة أنا نزلت المحاضرة السابقة لكن ما كنت كلش مقتنع بالمادة، مثل ما يقولون المواد اللي مطروقة بالمحاضرة طبعا ما كانت إلي المحاضرة، وباعتبار أول سنة أدرس المادة فما لحقت أسوي. لذلك نزلت المحاضرة على البي دي اف السابق، والآن أنا راح أغيره. طبعا البي دي اف السابق تقدر يبقى وتستفاد من عدة بأمثلة حلوة ونفس المواضيع، ما بيتغير، لكن ضفت أشياء جديدة، فراح يكون ملف بي دي اف جديد راح ينزل مع كل محاضرة. فالملف البي دي اف الجديد تعتمده، وايضا اذا حبيت الملف السابق تستفاد من عده ومن امثلته للبراكتس. وحتى المحاضره الفيديو السابقه ايضا تبقى ثابته، وهذه راح تكون اعاده سريعه ومكمله للمحاضره السابقه. طبعا البي دي اف الجديد، هذا البي دي اف راح يبدا بهذه البيج الرئيسيه مالته حتى تميزه فقط، انه ماده الاستاتيك اللي راح نغطيها من ضمن الميكانيكال انجينيرنج، و ضايف لك الريفرنسز هنا، المصادر اللي اعتمدت عليها في تكوين هذه المحاضرات، وهي هيبلر كتاب الانجينيرنج ميكانكس استاتيك وداينامكس، وميريام ايضا انجينيرنج ميكانكس استاتيك، ضفت لك اياه هنا، واثنيناتهم راح تلقوهن على المودل. بالنسبه للرابطين الاخرين هي محاضرات يونس فاخر للمعهد التقني الناصريه، اللي هو ايضا البي دي اف اللي عندكم، وايضا عندنا محاضرات دكتور بشار، ما اعرف بالضبط اي جامعه، لكن ايضا محاضراته جيده. فمن باب الامانه العلميه انه انا نقلت محاضراتي من هذه الاربعه، اضافه الى جوجل اوف كورس. حاولت اجمع لكم محاضرات من كل شيء حتى احاول قدر الامكان اخليها ايزي اند كلير، واضحه لكم. بالمحاضره السابقه تكلمنا، تكلمنا عن الميكانكس وعرفنا الميكانكس شنو هو، ثم تكلمنا عن الفيلد مالت الميكانكس، ريجيد بوديز والفلويد والديفورمبل بوديز، ثم تكلمنا عن الستاتيك والديناميك، هذا كان في الفيديو السابق. بعد ذلك عرفنا الفيكتور كوانتيتيز والسكيلر كوانتيتيز، وكان ما كان في المحاضره السابقه 3 لاوز اوف نيوتن، قوانين نيوتن الثلاثه للحركه، فهذه هي قوانين نيوتن الثلاثه، انا مريت عليها مرور سريع سابقا، واعتقد انتم ماخذينها بماده الفيزياء، وهذه عباره عن صور جميله ولطيفه حتى تكون واضحه لك، يشرح كل لاو من القوانين الخاصه بنيوتن. ثم ايضا شرحت لك بالكتاب حول اليونت اوف ميجرمنت، اليونتس اللي نستخدمها احنا باعتبار انه كماده الميكانيك وفي كل شيء بحياتنا، وبالاخص انت كمهندس موضوع الوحدات جدا جدا مهم ولازم تتبعه وتنتبه له باي سؤال يجيك او راح يكون امامك. تكلمنا على الفرق بين الاس اي سيستم واليو اس سيستم اللي يتعامل متر وسكند وكيلوغرام، واليو اس اللي يتعامل بالفوت والسكند. هذا الجدول يبين هذه الكوانتيتيز، هذه اليونت العفو، ثم الى الكونفرسيشن فاكتور، هذه طريقه التحويل من الباوند لنيوتن ومن سلاج لكيلوغرام ومن فوت لمتر، وكذلك من انج الى فوت. فهذه الجداول هي مجرد للتذكير، انا كاتب لك العنوان مالته هو General Information، فهذه General Information اللي موجودة هي مجرد تأهلك للدخول لمادة الميكانيك، فضروري أنه أنت مطلع على قوانين نيوتن، مطلع على كيفية التحويل بين الوحدات،
لان هذا يعتبر فد شيء انت ماخذه مبدئي. ايضا عندنا البريفكسز مثلا الجيجا والميجا والكيلو والميلي والمايكرو والنانو، رموزهن السامبل مالتهن وكذلك كل وحده شو تساوي، ايضا تفيدك للتحويل. فهذا اللي موجود امامك، انا ضفتها لك حتى لا تتعب وتروح تدور بالكتب، فطيتك اياها حتى تراجعها. طبعا نتفق على نقطه انه انت كل شيء تلقاه بالمحاضرات هو مو فد شيء كافي انه انت تاخذ المعلومه. يعني انت كطالب الان كليه، قبل بالمدرسه اللي بالكتاب تمشي عليه وانتهى، الان لا، عندك مصادر يحتاج تبحث، يحتاج تتعلم. هذه هو الاختصاص، هذا اختلاف الكليه عن المدرسه، انه الان مثلا على سبيل المثال البريفكسز خلينا نجي هنا او اليونت وطريقه التحويل، انت شفت بس هذه الجداول، مو تحفظ الجدول وانتهى، لا، تذهب الى جوجل، الى بعض الكتب، تشوف طريقه التحويل، تحاول تسوي براكتس. مثل على سبيل المثال كتاب هبلر اول مصدر، راح تشوف اول ما تفتحه اول شابتر برنسبل، اعتقد جنرال برنسبل اسمه، اول شابتر راح تلقى بعض الامثله ومسائل وحلول كيفيه التحويل بين الوحدات، بين الاس اي واليو اس واليو اس الى الاس اي. فهذه طريقة ضروري انه انت تسوي عليها براكتس حتى لا تاخذ منك وقت في حل الاسئله وتترك الفكره الرئيسيه اللي مطلوبه من السؤال. اوكي. طبعا ايضا تكلمت لك حول البروسيجر المتبع لحل اي سؤال، وهذا ايضا البروسيجر هو نفسه لكن باكثر توسع واكثر شرح، فيا حبذا تقراه وتتبعه. لا والله عندك هذا بروسيجر خاص، حصلت على بروسيجر معين في كتاب معين، فكلش عادي، المهم الناتج بالنهاية المفروض مثل ما يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما، فأي طريقة تستخدمها المهم توصلني للناتج النهائي. فهذه الطريقة أنا سابقا شرحت لك، أكو بروسيجر اللي شرحته المحاضرة السابقة هو من كتاب هبلر، هذا البروسيجر الآن هو من كتاب مريم. فأي واحد أنت تتبعه تقريبا هن الكل متفقات بنقاط الأساسية، ويبقى الباقي مجرد كلام، فأنت تحاول تطبق هذا أو هذا، it's up to you. تكلمنا على الفورس وعرفنا شنو هي الفورس، فهذه ضفت لك هذه أنا طبعا شباب أعتذر إنه للسرعة، لأنه هذا كله شرحته بالمحاضرة السابقة، لكن رضيت أفوت وياك بهذا الملف الجديد وخاف أكو أمور فاتتك. فعرفنا الفورس، شنو هي الفورس؟ ما تكلمنا على البرنسبل اوف ترانسميشابيلتي، هذه ما تكلمنا عليها سابقا. طبعا شنو هذا؟ فعندنا هذه شنو معناها البرنسبل؟ A force may apply at any point. طبعا احنا قلنا شنو هو اللاين اوف اكشن بالنسبه للفيلوسيتي؟ اللاين اوف اكشن للفيلوسيتي، العفو سوري، اللاين اوف اكشن بالنسبه للفورس، فاذا عندي هذه الفورس بي، اللاين اكشن مالتها، اللاين اكشن هو هذا، هو اللاين اللي تصير عليه القوه، لا يكون عمودي ولا مائل. فاذا كانت عندي قوه مثلا مسلطة عند البي، فهذه القوة أقدر أخليها هنا نفسها، وأقدر أخليها هنا نفسها. يعني على سبيل المثال لو كان عندي هذا الهاتف، فإذا دفعته منا بقوة، هي نفس القوة لو ردت منا أسحبه بنفس القوة. يعني لو كانت عندي هذه القوة خلينا نقول 30 نيوتن، فلو شلت هذه قوة دفع 30 نيوتن، لو شلتها على نفس هذا اللاين اللي هو اللاين اوف اكشن وحطيت قوة هنا سحب هم 30، فتأثيرها على هذا التليفون راح يكون نفس الشيء بالضبط بالضبط. فهذا هو المعنى للترانسميسابيلتي. A force may be applied at any point on its given line of action without altering the resultant effect of the force external to the rigid body on which it acts. طبعا هذه القوة من راح تغير مكانها على نفس اللاين، طبعا انتبه انه تبقى على نفس اللاين اوف اكشن، الريزلتات محصلة القوة ما راح تتغير، راح تبقى ثابتة. ان تغيرت فاذا هنا ما تحقق انتقالها ضمن اللاين اوف اكشن. عفوا.
concurrent forces. The concurrent forces, شنو هو concurrent forces؟ يقول two or more forces are said to be concurrent at A. عند هذه النقطة عندي two forces F1 و F2، يقول ممكن أن تسمى concurrent at A point if their lines of action, lines of action, هذا line of action لF2 F1 intersect at that point. يعني يقول انه انا اذا عندي قوتين اقدر اسميه concurrent ايش وقت؟ عندما line of action مالتي يتقاطعان بنقطة معينة. فالان اذا نجي للline of action لهذه القوة اللي موجودة عندي، هذا line action وهذا line of action، فهذا يتقاطعن بنقطة A، اذا اقدر اسمي هاي القوتين concurrent. واذا عندي ثلاثة واربعة وهكذا. هنا طبعا هذه الصور البقية هي مجرد توضح لك كيفية راح نجي طبعا كيفية ايجاد البروجكشن اوف ذا فورس. فعندنا هنا الاف 1 بامتداد اللاين اوف اكشن مثل ما قلنا البرنسبل من ساعة، وهنا اللاين اوف اكشن انتقال. نفس هذا من القوة اقدر ارتبهن بهذه الحالة، لكن اللي راح يتغير انه انا هذا اللاين اوف اكشن راح انقله من هاي النقطة الى هاي النقطة. فعندي هذه القوة الاولى اللي هاي F1، وF2 بدل ما هنا تأثر راح انقلها الى هنا. وطبعا هذا مرفوض، لانه احنا ايش قلنا؟ قلنا انه احنا تأثير القوة الريزولتت ما راح تتأثر اذا نقلنا القوة من مكان الى مكان بنفس اللاين اوف اكشن. بس هنا بما انه احنا نقلنا، لا نقلنا اللاين اوف اكشن، هذا اللاين نفسه نقلناه، مو نقلنا القوة على نفس الاتجاه. فبما انه نقلناها فهنا راح تتغير ريزولتد مالتي ار، هذه ار ما تساوي هذه الار. وايضا بالنسبه لهذه الحاله كتغيير اخر ايضا، خلينا نقول كيس اخرى من موضوع نقل القوة. طبعا هذا راح يكون اوضح بموضوع المسائل، وراح تشوف شنو هو راح تشوف كل على كل ابلكيشن اكو مساله توضح هذا الشيء. اوكي، فورس كومبينت تكلمنا طبعا سابقا على الفورس كومبينت، فما يحتاج نعيد. قلنا انه لكل فورس هنالك هوريزونتال كومبينت اف اوف اكس وفيرتيكال كومبينت اف اوف اي. هذه اف اوف واي هنا عندي، وهنا انا عندي اف اوف اكس. وقلنا كيفيه ايجاد الاف اوف اكس اللي هي بطريقه نظريه فيثاغورس، انه ناخذ الوتر المجاور على الوتر، وبالنسبه لاف اوف واي ناخذ المقابل الوتر. طبعا هي الطريقه بالضبط حتى تكون اسهل. احنا شو نسوي دائما من انا عندي فورس معينه، من عندي فورس معينه اف، هذه اللي تكون اف، وعندي اف اوف اكس من هنا، هذه عندي اف اوف اكس، وعندي اف اوف واي من هنا. فحتى احلها واعرف شلون اطلع اف اوف واي اتعاملها معها كمثلثات. يعني هذه الاف واي هي نفسها الاف من هنا الى هنا. طبعا هذا راح يكون قائم الزاويه لكن بالرسم ما راح يجي. فبالتالي هنا انا راح تكون عندي ثيتا، راح تكون عندي ثيتا، وبالتالي مجرد هذا المثلث عندي الزاوية وعندي مثلا قيمة F راح أقدر أحلها وأتعامل هذا المقابل وهذا المجاور وأحل طبيعي. هذا الـ FY هو نفسه هذا الـ FY، مجرد المقابل مالته. أخذنا أمثلة سابقة حول أنه كيفية إيجاد الـ Combinants واللي هي نفسها هنا راح تعاد، فتقدر تستفاد من عدها. عندنا الـ Resultant of فورس سيستم، الريزولتنت اللي هي المحصله. طبعا اذا كانت على سبيل المثال عندي خمس قوه تاثر على جسم، فهذه نفس الخمس قوه اقدر اشيلها خمستها واخذ الريزولتنت مالتها اللي هي تاثر بنفس المقدار مال هذه الخمسه. يعني خلينا نقول عاده بالسمبلست واي اوف ماث، بالطريقه اذا كانت عندي فد 10 قوه تاثر على سبيل المثال
خلينا نرسم لك اياها هنا. عندي هذا البيم، هذا بيم، فتأثر على هذا البيم عندي قوة، هاي قوة وهذه قوة وهذه قوة، أوكي؟ فهاي الثلاث قوة لتكون مثلا عندي 10 20 15، أقدر أعبر عنها بالريزولتات مالتها هذه القوة اللي هي حاصل مجموع ذني 10 20 15، عندي 45، عندي 45، فبالتالي أنا بعد أمسح هذه القوة، فهي بالضبط نفس الشيء مجرد مجموعهن. هذا في حالة أنه القوة كلها باتجاه واحد وكلها عمودية، لكن لو كانت القوة بزوايا مختلفة وباتجاهات مختلفة فعند ذاك الوقت راح نشتغل بطريقة الكومبيننت، نحلل FY FX ثم نجد حاصل الجمع. فهذه هي الريزولتنت، راح نجيها طبعا بالتفصيل أكثر بالأمثلة. عندنا شرحنا سابقا بالمحاضرة السابقة الريكتانجلر كومبيننتس، اللي هي احنا عندنا طريقتين للكومبيننتس. عندنا الفورس لها كومبيننتس عندما يكون الشكل القوة هو عبارة عن شكل مستطيل، هذا يعني هذا عندي اف مثلا، من احللها يكون عندي شكل مستطيل. شو وقت عندما يكون عندي اكس واي الاكسس العاديه، انه انا المحاور مالتي ما تكون مائله، يعني عندي اكس وعندي واي، فهنا في هذه الحاله اللي تكون المحاور طبيعيه الاعتياديه فاحنا نسميها مثلا العفو نسميها الكومبيننت الريكتانجلر كومبيننت، اللي هي نطلع اف اكس اف واي، قلنا الاف هي حاصل هي الجذر مال حاصل جمع التربيع لكل من القوة، اتجاه الريزولتنت هو ثيتا تساوي لي تان انفيرس اف واي على اف اوف اكس، هذه في حالة اف اكس واف واي معروفات ونريد نطلع اف. لو كان العكس، لو كان العكس انه انا عندي اف معروفة واحتاج اف اكس واف واي، فاف اكس هي اف كوساين ثيتا واف واي هي اف ساين ثيتا. طبعا مو دائما الاف اكس هي كوساين ثيتا ومو دائما الاف واي هي ساين ثيتا، وانما هذا الشيء يعتمد على ثيتا وين تكون، يعني لا تحفظها لا تدرخها درخ، وانما عاده تكملها كمثلث ثم تطلع الاضلع مالته. هذا قلنا في حاله الريكتانجلر نسميها كومبيننت. في حاله نون ريكتانجلر كومبيننت راح نسميها البروجكشن. بعض الاسئله راح تلقى فايند ذا بروجكشن. البروجكشن شو وقت تكون نفس هالكومبيننت؟ تكون في حالة واحدة عندما تكون المحاور X و Y هي المحاور الطبيعية، واحد عمودي على الثاني، Y عمودي على X و X عمودي على Y، تكون البروجكشن هي نفسها الكومبيننتس. لكن لو ما كان X عمودي على Y ففي هذه الحالة البروجكشن شيء والكومبيننت شيء. مثل ما تلاحظ بهذا الرسم الآن، هذا الرسم عندك هذا على سبيل المثال راح يكون X وهذا راح يكون واي، فتلاحظ هذه الزاوية هنا هي مو 90، فبما انه مو 90 من تكمل الرسم مالتك تكمل الرسم مالتك ما راح يعطيك ريكتانجلر، وانما راح يعطيك متوازية ويعطيك غير هذا الشيء، فبالتالي هنا راح نسميها بروجكشن وراح لها قوانين مختلفة. ما راح تجي تقدر تقول اف 1 في كوساين ثيتا او غيرها، لان احنا نعتمد نستخدم ذيك الطرق في نظرية فيثاغورس في حالة وجود وتر وضلعين بزاوية 90. شنو عندنا القوانين اللي راح تستخدم حتى نلقى الار؟ هي القوانين عندنا ار تربيع او ار الريزولتنت راح تستخدم بالبرر جرام لاو، هي الار تساوي لي جذر اف 1 تربيع القوة الاولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع ناقص 2 في القوة الاولى في القوة الثانية في كوساين الفا. يا هي الكوساين الفا، كوساين الفا هي الزاويه المقابله للريزولتنت. شلون نطلع هذه الزاويه؟
خلي ناخذ على سبيل المثال هذا المثال يعني كتوضيحي. انا عندي هذه الريزلتنت، هذا عندي ريزلتنت، وعندي هذه المحاور مالتي، هذه المحاور مالتي، فاريد ارسم شو اسوي؟ ارسم هاي الاولى F2 ثم اجي الى F1، اجي الى F1 ثم اكمل من هذه، ثم من هذه، هذه طبعا هذه القوة المفروض تدخل هنا، فاجي اطلع الزوايا مثلا عندي هذه ثيتا، هذه تكون ثيتا، وهذه ايضا الزاوية لها قيمة، وهذه الزاوية لها قيمة، فاللي تنحط بهذا القانون هي هذه الزاوية المقابلة للريزلتنت، هذه الريزلتنت ار الزاوية المقابلة إلها هي اللي تنحط بكوساين الفا، واضح؟ هسه طلعنا الار، عندنا قانون ثاني وهو قانون الكسور للساين، ايش راح نسوي؟ ايش راح نقول؟ راح نقول ار على ساين الزاوية المقابلة إلي الفا يساوي اف2، هذا اف2 على الزاوية على ساين الزاوية المقابلة إلى ساين ثيتا يساوي F1 على ساين الزاوية المقابلة إلى بيتا، ذني الثلاثة من عدهن أقدر أطلع المجهول. شو راح أطلع المجهول؟ مثلا في هذه الحالة، في هذه الحالة نحتاج قيمة ثيتا على سبيل المثال، عندي قيمة الـ F2 معروفة، فـ F2 على ساين ثيتا، عندي الار معروفة طلعتها من هذا القانون، على الزاوية الفا عندي معروفة، فهذا معروفات وهذا معروف، احتاج ثيتا، فثيتا راح تساوي ارك ساين او ساين انفيرس اف2 على ار في ساين الفا، هاي في حالة اف1 واف2 معروفات. اذا كان اللامان معروفات ونحتاج الار معروفة عندنا ونحتاج نطلع اف1 واف2، فراح نطبق هذه المعادلة نفسها الثانية ونحل. طبعا ما تلقى انت فقط المحصلة، لازم معاها الزاوية، بعض الأحيان يعطيك زاوية وحدة، ويحتاج انه تكون ماهر في موضوع حل زوايا المثلثات حتى يعني التبادل والتناظر ومجموع زوايا المثلث. يا ريت انه تطلع على هذا الشيء كشيء اولي بالمدرسة انت ماخذه حتى تكون فاميليار ويا هذا الموضوع. فعندنا R على ساين نفس الشيء راح نطبقه، وبالتالي راح نطلع F2 وF1. يا ريت ما تحفظ القانون والدرخة، لأنه في حالة تغير أي شيء بالامتحان، بالذات مادة الميكانيك، مادة الميكانيك ما تعتمد على الدرخ وإنما تعتمد على الفهم، مثل ما جاي تلاحظ إلى الآن أنه القوانين الموجودة عندنا هي جدا إيزي، فما يحتاج تدرخ وتقول إذا ساين ثيتا على ألفا جدك الزاوية مو ثيتا إلى ألفا، يخرب عليك كل شيء، بما أنه أنت طالب هندسة فإنسى الدرخ. أوكي، طبعا هذه relationship between force projection and component أنا حكيتها سابقا already، شنو الفرق بين projection والcomponents. طبعا هذا هنا link، see this link for more info، إذا محتاج معلومات عن projection والcomponents تقدر تروح إلى هذا اللينك، أكو أستاذة تشرح فالشرح مبسط ما خمس دقائق. طبعا كل الفيديوهات اللي راح أضيف لك إياها راح تكون باللغة الإنجليزية حصرا، فحتى تطلع عليها باعتبار الفيديوهات الإنجليزية أوسع وأكثر شمول تشرح لك المادة. أوكي، بالنسبة للإكزامبلز أخذنا هذا الإكزامبل سابقا بالمحاضرة السابقة وشرحنا، وأيضا أخذنا هذا الإكزامبل determine the magnitude and direction of force B. إيش محتاجين هنا؟ نحتاج الماجنتيود اللي هي القيمة، ونحتاج الدايركشن اوف فورس. من تشوف دايركشن اوف فورس معناه يريد ثيتا، باعتبار انت عندك هذا المحاور وهذه القوة، فاحتاج بي واحتاج ثيتا مالتها. فعندي انا الان بما انه دايركشن اوف فورس معناه احتاج ثيتا، بما انه ماجنتيود معناه احتاج قيمة بي. If, يقول if the horizontal and vertical components
are 20, 40 respectively. من تلقى عبارة respectively معناها على التوالي، يعني ما يقول لك if the horizontal component is 20 and vertical component is 40، وإنما قال لك horizontal vertical قيمتهن 20 ب 40 respectively، يعني ال 20 راح تكون لل horizontal و 40 راح تكون لل vertical. طبعا بما انه هو مطيك ال components of x و f y ويريد b، b هي جذر تربيع f of x زائد تربيع f of y، طلعت قيمة البي. هنا رامز لك هو f هي نفسها b فلا تدخل في الأحرف، ووحدتها نيوتن. بالنسبة للثيتا فهي tan inverse f of y 40 على 20، وأيضا راح تعطيك قيمة الثيتا. طبعا مثل ايش مثال إذا رسمت مثل هذا الرسم راح يكون much easier وأفضل لك، يعني حتى إذا كان عندك خطأ بالأرقام فهذا يساعد بالدرجة، لأن يوضح أنه أنت فاهم، ونحن اللي جاي نتعامل وياه بالنسبة للميكانيك. فأي أي أي سؤال بدون رسم راح يكون حله جدا difficult. هذه الأسئلة جدا بسيطة، مجرد تطبيق مباشر، لكن كثير من الأسئلة إذا ما راح ترسم وتطبق راح يكون جدا صعب. أوكي، example 3 هذا الاكزامبل هو يتكلم عن موضوع الاطوال. طبعا شباب خلينا نتفق على شغله، انه اكثر هذه المحاضرات انا ضايف فيها الكثير الكثير من الاكزامبلز والهوم ورك. طبعا ما راح اشرح كل الاكزامبلز، وانا ما اعطيتك اياه حتى اساعدك لا تبحث هواي، فعندك الكتاب وعندك هذا الملزمه، فما يحتاج بعد تروح تدور بجوجل وتتعب نفسك. Don't waste your time. Don't waste your time. فاعتمد فقط على اللي مطيك اياه. اي امثله تشوفها تلقاها بكتب وبعيده جدا عما اشرحها فلا تقراها، يعني لانه الماده هي مو اختصاصك بالضبط، لكن ضروري تعرف تاخذ جنرال ايديا حول الماده. فانا مطيك بعض الخطوط العريضه خلينا نقول، فما يحتاج ادخل في تفاصيل دقيقه جدا. لذلك قد تشوف المحاضره وتقول هذا المثال ما شرحه الاستاذ، اكو بعض الامثله راح اتركها لسهولتها، ما اشوف لها داعي تشرح. شفت بها صعوبه من قريتها، تقدر تراسلني على المودل تحت ask your question وتقول لي مثلا مثال ثلاثه ما فهمت الخطوه الفلانيه، مثلا ما عرفت هاي منين اجت، فتاكد انه انا راح اكون سعيد انه انا اجاوبك علي. عندنا helpful hints هنا، أنا يعني الهنتس هي عادة اللي فد ملاحظة مهمة أو مساعدة. يقول لك you should carefully examine the geometry of each component determination problem and not rely on the blind use of such formula. يعني يقول لك إنه أنت المفروض الجيومتري أو الرسم اللي معطى لك لازم تقرأ بصورة بكل دقة وتفهمه افضل مما انت تعتمد على فقط القوانين. يعني انا هذا السبق حكيته من ساعه، يعني مو معناها انه مطلوبه الاف اوف اكس اكس كومبيننت تقول اوكي اف اوف اكس يساوي اف في كوساين ثيتا اذا الناتج هلقد. هذا يسمونه بلاند يوز، انه انت ما رحت للرسم وسويت اكزامينيشن، ربما كوساين ثيتا تشتغل مع الاف واي مو مع الاف اكس، فضروري انه انت المساله مالتك ترسم وبدقة، وصدقني الرسم هو 70% من الحل، القوانين راح يكون مجرد تطبيق. فهذه الملاحظة هي تأكيد على ما قلت سابقا. عندنا هذا المثال the forces F1 F2 F3 F1 F2 F3 all of which act on point A. يقول انه الكل بحيث يأثرن يعني تأثير إن الأكت on point A، هذه هي point A of the bracket are specified in three different ways. يعني هذه القوة تأثر على أي بways مختلفة، يعني زوايا مختلفة، قيمة مختلفة، اتجاهات مختلفة. شو يريد determine؟ دائما ما بعد determine هو المطلوب. determine the x and y scalar components of each of the three forces.
يحتاج الـ f of x و f of y الـ scalar كومبينيت لكل وحدة من القوة. فعادة هيك السؤال إذا أنت ما تعرف تحل ومستعجل، أول ما تجي راح تجيب القلم وتحط لي تحط تقول حل هاي f of x هاي f of y هاي f of x f of y f of x f of y f of x. هذا غلط، راح تجي على أنه أنت بهذا السؤال راح تفهمها، صدقني راح تتعرض إلى الخطأ وبشكل مباشر. هذه حالة ضروري كل قوة تتعامل وياها وحدها مثل ما هو الآن حال. خلينا نشوف شلون حل. اجى إلى f of 1، هذه f of 1، نقل f of 1 حط a و f of 1 هاي موجودة أوكي، وعدنا إنه الزاوية هي 35 درجة، فرسم f of 1 x f of 1 y الكومبينات مالته. الآن بما أنه رسمها عندنا قيمة f وعندنا قيمة ثيتا، أصبح من السهل إيجاد f of 1 x و f of 1 y. يجي إلى f of 1 x يساوي لي f في f of 1 x، هذا f of 1 x هو هذا، فشي يساوي لي إحنا نقول كوساين ثيتا هو المجاور على الوتر، وبالتالي الوتر في كوساين ثيتا يعطيني f of 1 x، ف 600 اللي هو الوتر في كوساين 35 الثاني 491 نيوتن بمقدار وحدات القوة نيوتن. بالنسبة ل f of y 600 في ساين 35 يعطيني 344. هذه طلعت الكومبينس مال f1. نجي إلى f2، ال f2 هذه هي ال f2، هذه القوة مايلة بهذا الاتجاه، عندي a وعندي f2y و f2x. هذا المثلث شنو يعنيني؟ هذا المثلث ان تلقى هيك مثلث تلقى هيك مثلث ومكتوب هنا 3 و 4، هذا المثلث معناه يساعدك بموضوع ايجاد ثيتا. فالان من تجي هنا معناه ايش مطيك؟ مطيك هاي الزاويه، يعني هسه هاي القوه اللي عندي f of 2 فمطيني هاي الزاويه ثيتا، خلينا نقول 2 باعتبار ثيتا 1، ثيتا 2 هذا 3 عندي المقابل و4 عندي المجاور، بيا علاقه استفاد من المقابل والمجاور بالتان، فبالتالي ثيتا 2 راح تساوي لي 3 ثيتا 2 راح تساوي لي تان انفيرس 3 على 4، طلعت قيمة ثيتا. فتقدر تطلع قيمة ثيتا انه بتعوض بالكوساين والساين، او تقدر تطلع قيمة الوتر. قيمة الوتر شلون نطلعها؟ 3 في 3 تربيع، 3 تربيع زائد 4 تربيع يطلع 25، ناخذ جذرها بيطلع عندي 5. فبالتالي من اريد اجي اطلع القوة مالتي f2x f2 x تساوي لي f في هنا عندي ثيتا، اذا احتاج كوساين ثيتا، وبالتالي f ايش قد عندي؟ 500. كوساين ثيتا بعد ما يحتاج اطلع قيمه ثيتا واعوضها بكوساين، لا، الان كوساين ثيتا هنا شو يساوي لي؟ المجاور 4 على الوتر، يعني مباشره اعوض 4 على 5، فطلعت عندي بالنسبة للأكس، ومن ثم الواي كذلك. طبعا هنا أكو نقطة نتفق عليها، احنا شباب شنو اللي عندنا؟ عندنا المحاور مالتي هذه اكس واي، هذا الربع احنا نعرفه موجب، وهذا الربع موجب وسالب ثم سالب بسالب ثم سالب بموجب. فموضوع القوة، القوة إذا كانت بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه تكون موجبة، إذا كانت بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه تكون سالبة.
فموجب للأعلى موجب للأعلى. فبنجي إلى مثلا القوة الأولى، هذه موجبة وهذه موجبة، بالنسبة لـ F2 هذه موجبة لكن F2X راح تكون سالبة لأنه بالاتجاه السالب، لذلك وضع هنا السالب فكانت القوة سالب 400 نيوتن. بالنسبة لـ F3 كيفية إيجاد F3، فخلنا نجي نرجع للرسم مالتنا، هذه F3، الاف 3 موجودة عندها قيمتها هي 800 لكن نحتاج ثيتا، ثيتا هنا شلون راح تطلعها؟ نجي نكمل هذا الرسم مالتنا هنا حتى نطلع قيمة ثيتا، دائما نكمل المستطيل حتى نعرف شلون نحل. فش عندي؟ هذا هنا زاوية ما عندي، عندي المقابل من هاي النقطة إلى هاي النقطة؟ نعم عندي. ايش قلت؟ عندي منا لهنا اثنين ومنا لهنا ما اعرفه اللي يكون اكس، عندي من هاي النقطة الى هاي النقطة 0.4، اذا 0.4 يساوي اكس زائد 0.2، اذا اكس تساوي لي 0.2، فهذا طلع عندي 0.2. اوكي هسه هذا طلع عندي، شو احتاج بعد هذا المقابل؟ احتاج دول وتر، كالوتر مو قيمة قوة، الوتر مسافة بعد، يعني احتاج قيمة اي بي، اي بي ما عندي. عندي المجاور؟ نعم عندي المجاور، عندي من بي الى هاي النقطة 0.3 ومن هاي النقطة الى الاي 0.1، اذا عندي هنا 0.4، وبالتالي بسهولة اقدر اطلع ثيتا. مثل ما نشوف شلون هو حلها 800 0.2 عندي 0.4، بالتالي 800 ساين 26.6 هنا طلعها مباشرة، طلعها مباشرة من هذه الفا 0.2 على 0.4 المقابل على المجاور تال انفيرس. طبعا لو واحد قال ليش اخذها منا ليش ما اخذها منا، كلش طبيعي، عوف الفا وخذ من هذه الجهه راح يكون عندك المقابل على المجاور 0.2، فمن راح تعوضها راح تطلع نفس القيمه. طبعا الافضل بالنسبه لهي الحاله مره اخذها منا واطلع قيمه الاف 3 اكس والاف 3 واي، ثم طلعها من هاي الجهه، طلع مثلا بيتا عوف هاي، وايضا طلعها واشوف هل راح تطلع القيم نفس الشيء. طبعا لا ننسى اف 3 واي راح تكون ماينس بالسالب لأنه للأسفل. Hopefully it's clear. هذه هنا للتيك نوت حتى تأخذ ملاحظات. شنو عندنا بقى؟ عندنا هذه مجموعة من الأمثلة الهومورك. أوكي كمل هذه المثالين حتى تنتهي هذه المحاضرة. Okay, المثال الخامس resolve the horizontal 600 bound force in the below figure into components acting along U and V axes and determine the magnitude of these components. طبعا كملاحظة أولى، إذا احنا مو كل ما نلقى، أنا نسيت أقول لكم على هذه، مو كل ما نلقى وحدة الفورس على سبيل المثال بالباوند نروح نحولها إلى نيوتن، أو نلقى بالستاغ نحول الى كيلوغرام، لا طبعا. شو وقت يكون التحويل؟ انا سبق وين ذكرت بالمحاضره انه التحويل فقط في حاله انه انا عندي مساله بها اكثر من كوانتيتي، هذه الكوانتيتيز مثلا عندي اربع كوانتيتيز، ثلاثه منهم بدلاله الاس اي وواحد منهم بدلاله اليو اس، فاضطر احول هذه اللي باليو اس الى الاس اي حتى تكون كل هذا الكوانتيتيز متقابله متكافئه. اما اذا كان لا والله عندي مجرد فورس باي وحده كانت، الان هنا 600 باوند فورس من راح تطلع الكومبينت مالتها ما اطلعها بالنيوتن، لا طبعا راح اخليها بالباوند، ما راح تضرني فد شيء الا اذا كان مذكور انه انا احتاج الى تحويلها. هذه الشغله الاولى. طبعا كلمه resolve معناها حلل القوه الى its components. الشغله الثانيه انه الاكس اكسس،
الاكس اكسس والواي اكسس. هنا أنا مثل ما تلاحظ قال لك المحاور يو يو اند في، ما قال لك اكس وواي. طبعا حتى ننتبه الى شغله، اول شغله انه المحاور ما متعامده، فاذا احنا هنا أنا ما جاي ندور على كومبيننتس، وين قال لك كومبيننتس، وانما جاي ندور على بروجكشن. احنا قلنا ماكو فرق بيناتهم، لكن هذا في حاله المتعامد وهذا في حاله غير متعامد الاكسس، الاكسس تكون غير متعامده. فالان انا شو احتاج؟ هذا حتى اكمل رسمي مثل هيك حل، اجي على الرسمه انا عندي خلينا نقول شو نرسمها هذه، عندي هذه اف راح تكون عندي قوه في هذا الاتجاه اتجاه يو اف يو خلينا نقول، وعندي قوه في هذا الاتجاه اوكي، وعندي هذا يكمل حتى يكون مستطيل، وعندي هذه القوة، عندي هذه المحصلة. طبعا المحصلة المفروض تصير هنا بس بعد صوت الرسم صارت هيك يعني اوكي. خلينا نكمل هذا افضل. فاحتاج انا هنا عندي هذه القوة احتاجها، واحتاج هذه القوة. عندي انا 600 باوند قيمه اف، عندي احنا ايش قلنا؟ قلنا من انه تكون غير متعامده فاحتاج الى انه انا استخدم القوانين الاخرى. لا في هذه الحاله سنجي الى هذا المستطيل، خلينا نتعامل ويا هذا المثلث ناخذه. ايش نحتاج احنا؟ عندي 30 واحتاج هاي الزاويه لتكن الفا، واحتاج هذه الزاويه لتكن ثيتا. اجي اكتب القوانين مالتي، عندي هذه الاف اللي هي 600 على الزاويه المقابله مالتها ساين ثيتا اوكي يساوي اف يو هاي العفو اف في هاي العموديه اف في ما عندي اف في على يا ساين ساين هذه الزاوية ساين 30 ويساوي يا بقى عندنا منو هسه بعد بقى عندنا؟ بقى عندنا اف يو هذه اف يو على شنو؟ على ساين شنو؟ جيد على ساين الفا ساين الفا. هسه انا اريد احل، طبعا تجي تقول لي اروح للقانون مال اف يساوي لي جذر اف واحد زائد اف اثنين ناقص اثنين في اف واحد، ما احتاجه لان انا اريد اطلع ار العفو ار عندي ذاك بس في حاله انه ار. فانا من احتاج كومبيننتس في حاله البروجكشن والاعمده ما والاكسس ما متعامده مباشره اروح الى هذا القانون. فانا شو احتاج هنا؟ عندي هذه سجيد انا عندي هذه بس اي هذه واي اي وحده من ذني ما راح اقدر احلها لان يعني عندي مجهولين يعني هاي عندي وهاي عندي فهذا ماكو هذا ماكو هذا ماكو هذا ماكو. بما انه الاف والاف هي صعبه انه انا اطلعهن الان اروح العب لعبه الزوايا لعبه الزوايا ايش تجي؟ هذا نكمله طبعا هذا المثلث وين كان رسمي مو واضح نكمله ايضا راح يكون مستطيل واضح. فش عندي؟ هذه 30 هذه عندي 30 بالتبادل لان يعني هذا نفس ميلان هذا هذا 30 وهذا 30 بقت عندي هاي شو احتاج؟ احتاج هذه 30 ب 30 مجموع زوايا المثلث 180 اذا هاي عندي 120 فطلعت عندي هذه وطلعت عندي هذه. اذا احل هذني اول اثنين طلعت اف في ثم احل هذا وهذا اطلع الاف يو وهذا هو الحل بكل سهوله. خلينا نشوف الحل اللي موجود. هذه طبعا شوف
بدل ما خلى الرسم هنا نقلها إلى حولها إلى فقط قوة، حتى لا هذا الرسم يعقد الشكل مالتك. هاي الزاوية 30، لاحظ الرسم هذا اللاين هو مثل هذا اللاين بالتوازي، وهذا يقطعهن، فهذه وهذه بالتبادل 30 ب30 مجموع زوايا المثلث 120، فهذا يمثل عندي 180 درجة. فأخذ هذا المثلث، احتاج بس واحد، انت اذا اخذت هذا واذا اخذت هذا راح يكون نفس الشيء، ف doesn't matter يعني. ف 30 عندي اف يو واف في وعندي ثلاث زوايا وعندي 600، مجرد راح اطبق القانون طلعت اف يو واف في. طبعا يقول لك كملاحظة، the result for f u shows that sometimes a component can have a greater magnitude than a resultant. مرات اكو واحدة من الملاحظات بالبروسيجر يقول لك الماجنتيود مالتك المفروض من تطلع كون ريزونبل، كون مقنعة، يعني مو تطلع فد ارقام خيالية غير متوقعة. فهنا انت فقط بسبب هاي النقطة تجي تشوف انه الكومبيننت طلعت اعلى من الاف الاصلية ريزولتنت، تقول هاي غلط. لا، كلش طبيعي انه الكومبيننت اف اكس او اف واي تطلع واحدة من عتن اكبر من اف، ومرات ما تطلع، فكلش طبيعي هذا الموضوع. واضح جدا؟ ان شاء الله واضح. عندنا المثال الاخير، طبعا هذا المثال هو بنفس الطريقه مال هذا المثال ايضا، ذا سكريو اي ان فيجر 2.11، ما لك علاقه بهذا الرقم، هذا من كتاب. السبجكتد تو تو فورسز، عندنا اف 1 وعندنا اف 2، ديترماين ذا ماجنتيود اند دايركشن of resultant force. يحتاج الماجنتيود ل resultant force ونحتاج الدايركشن. عادة قبل ما اوزع اجي اتبع هذه الخطوات، يعني اجي اباوع على الرسم مالتي، هذا حتى يكون واضح. نعم، اجي اباوع على الرسم مالتي، هذا رسمي، عندي اثنين قوة مسلطة، احتاج ماجنتيود ودايركشن اوف ريزلتنت. فش احتاج؟ احتاج اف ريزلتنت واحتاج ثيتا. اوكي، ثيتا هي مقدار ميلان اف عن محور اكس دائما، يعني ما لك علاقه بالرمز ثيتا او الفا او كذا، وانما الدايركشن مال ريزلتنت فورس هو دائما مقدار ميلانها عن محور اكس، هذا شيء ثابت. اوكي، نجي حتى نحل نعرف شنو القوانين اللي نستخدم. اول مره، بما انه انا عندي هذه اف مائله وهذه اف مائله. اوكي جايز، طبعا هذا المثال قبل ما احنا قلنا عرفنا انه احنا المطلوب من عندنا اف ومطلوب من عندنا ثيتا. عندنا طبعا طريقتين للحل مالته. هذا المثال عندنا طريقتين للحل. طريقة انه انا اتعامل مع اكس واي عموديات، وطريقة اتعامل مع انه اكس واي طريقة يعني اكس واي عموديات، وطريقة اتعامل مع يو او في. الطريقة المحلولة هنا هو عبارة عن U and V. شلون؟ اعتبر انه هذا عندي V وهذا عندي U، يعني ما له علاقة بهذه Y و X، ما له علاقة بهذا ولا هذا، وانما اخذ كمل هذا المستطيل رسمه. طبعا شلون رسم هذا الازرق شلون عرفه؟ هو كالتالي، هذا يتكمل بصورة متناظرة، والقوة اللي تدخل من هذا الركن إلى هذا الركن هو تمثل F. أوكي؟ فإيش عندنا؟ اعتمد على استخراج الزوايا اللي موجودة، عندنا منها 15 وعندنا منها 10، فعندنا 90، خلينا نقول هذه الزاوية كلها هي 90، 90 ناقص 25 يطلع 65، فهي عندي 6 5. طبعا احنا وحده وحده نطلعهن. ايش عندنا بعد؟
شلون خلينا نطلع عندنا زوايا. هذا أيضا عندي 6.5 مقابل. ايش عندنا زوايا بعد؟ مجموع زوايا المتوازي الأضلاع هو 360. 360، فبما أنه هاي 65 هاي 65، إذا دني متساويات، فهاي عندي 360 ناقص 2 في 65 2 0 1 130 يطلع 230 على 2 115، فهذه عندي 115 وهنا عندي 115، فطلعت هذا عندي وهذه عندي. اي زوايا اخرى احتاج؟ فاجي اكتب القانون اول مره حتى اعرف احتاج دني بعد البقيه لو ما احتاج. اف عندي، او خلينا نروح لل شوفوا شلون كاتب القانون. القانون يقول عندي اف جي او هي اف ريزلتنت ار، العفو اف 1 عندي 100 زائد اف 2 تربيع 150 ناقص 2 في اف 1 في اف 2 في كوساين. كوساين قلنا يا زاويه، الزاويه المقابله للمحصله عندي 115، فاذا كوساين 115 طلعت عندي اف. الان حتى اطلع الثيتا اقول 150 على ساين ثيتا، احتاج هذه الزاويه. الان احنا طبعا شو نريد نطلع؟ نريد نطلع مقدار ميلان المحصله عن محور اكس. بما انه انا عندي هاي 15، يعني خلينا نقول ثيتا توتال، ثيتا الكليه اللي هي وانا رايتها هي 15 زائد ثيتا. هاي الثيتا منين اطلعها؟ اطلعها من قانون الساين، يعني هذه القوة على ساين الزاوية المقابلة إليه. واضح؟ فش عندي 150 على الزاوية المقابلة إليه، هذا عندي هو 150، هاي 150 على هاي الزاوية باعتبار أريد هاي، هذا عندي ويساوي لي اف جي على ساين 115. اف جي طلعت انا 213، وبالتالي ثيتا طلعت عندي. حتى هذه طلعت ثيتا، يا ثيتا طلعت هذه ثيتا. انا شريت اريد ثيتا توتال، مقدار ميلان المحصله على محور اكس. ليش اريد هذا؟ لان يريد دايركشن اوف ذا ريزلتنت فورس، وبالتالي طلعتها هذه اللي طلعت عندي زائد 15 راح يعطيني 54.8، هو هنا رامز لها فاي، احنا رمزنا لها بالثيتا توتال. هذا طبعا فيرست ميثود. اكو ميثود اخرى، انه ليش اروح الى يو في؟ انا عندي واي واكس. هاي الطريقه شلون؟ شو تسوي؟ تطلع الكومبوننت لهاي القوه، طلع اف واي الها واف اكس الها، عندك الزاويه وعندك اف 2. طلعت اف اوف اكس الها واف اوف واي الها. فهي طبعا يترك لكم تحلونها باليد، بس انا راح اشرح لك شلون. اف 2 طلعنا لها اف اكس واف واي. نجي الى اف 1 ايضا طلعنا لها اف واي واف اكس. واضح؟ هسه شو تسوي الخطوه الثانيه ولا ما طلعت القيم؟ تجمع اف اكس الاولى ويا اف اكس الثانيه. حاصل جمعها، خلصنا. تجمع اف واي الاولى ويا اف واي الثانيه. حاصل جمعها. هسه شو نسوي؟ المجموع مال اف اوف اكس اثنيناتهم تربيع زائد المجموع مال اف واي اثنيناتهم تربيع تحت الجذر راح يطلع لك اف ريزلتنت اللي هي اف ريزلتنت، راح يطلع نفس القيمه بالضبط. بالنسبه للثيتا شلون تطلعها؟ هي تان انفيرس لحاصل الاف واي المجموعه التوتال على اف اكس توتال، راح يعطيك مقدار ميلان الاف او ريزلتنت مع محور اكس. فهذه عندك طريقتين، طبعا مو كل الامثله تقدر تحل بطريقتين، لكن بهذا المثال قدرنا نحل بطريقتين. طبعا هنا عندكم هوم ورك، شعبه اي سواء مسائي او صباحي راح تحل
الايفن نمبر الاعداد الفرديه، وشعبه بي تحل الايفن نمبر الاعداد الزوجيه. واضح؟ عندكم الى حد 6 اي ثينك اب تو 6 اي الى حد 6، فكل شعبه تحل 3، واحد يحل فرديات وواحد يحل زوجيات. طبعا اي سؤال بالميكانيك راح تلقاه موجود على النت. بعض الاحيان يعني مهم انه نشير الى هاي النقطه، انه اكو مواقع بفلوس ب 15 دولار ب 20 دولار تشترك بها، كل سؤال راح تلقى حل. طبعا مو شرط السؤال يكون صحيح، يعني اكثر الحلول تكون غلط. بعض الاحيان حتى السوليوشن المنور سوليوشن للكتب هو ما محلول بواسطه الاوثر اللي سوى الكتاب، وانما محلول بواسطه شخص انا اجي اخذ هذه الاسئله اسوي لي كتاب واقول هاي سوليوشن منور يطش. فيا ريت تتعب روحك من ما تلقى، تقدر تذهب الى جوجل تقدر تستفاد افضل، لانه بالامتحان ما راح يكون اكو جوجل. وايضا اكو نقطه ثانيه، انه الكثير من الطلاب ما يقرا على انه باعتبار انه ماده امتحان راح يكون الكتروني، فمو شرط الطلاب، احنا وضعنا جدا كريتيكال، ما جاي نعرف اكو تخبط بالقرارات، ضايعين بين الحضوري والالكتروني وحائرين، مثل ما انتم الطلاب حائرين احنا ايضا حائرين. فما اريد انه تاخذ لك شهرين ثلاثه تقرا ماده الاستاتيك على انه الكتروني وشكل سؤال اكو حله وتاليتها بيوم او ليله مثلا وقالوا الامتحان صار حضوري، وتجي تقعد بالامتحانات وحرامات ترسب بالكورس. تعلم هذه الماده واستفاد من عدها، ومثل ما اتفقنا بالبدايه قلت لكم انه الماده ايزي، فلا تخاف ان شاء الله ما راح اخليكم ترسبون، قدر الامكان راح اتعب وياكم، ويا ريت تتعبون وياي حتى نستفاد من هذه الماده اللي ناخذها، اضافه لانه هي ماده سهله وبسيطه وبنفس الوقت هي ماده حلوه ولطيفه، فاستفادوا من عدها واستمتعوا بها. ما اريد انه تكون الماده مجرد ماده تكرهها وتريد بس تنجح بها. تمنياتي لكم بالتوفيق، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء.